مرحبا بكم. اليوم سنشاهد كيفية تحضير قهوة الكيمكس. نبدأ بتنظيف الفلتر بالماء الساخن. أسكب الماء في كل مكان كي يتبلل القمع بأكمله. من ثم أرمي الماء من أداة الكيمكس. الآن أنتم جاهزون لوضع القهوة المطحونة. نضع 22 جراما من قهوة أثيوبيا هامبلا مطحونة للفلتر. قوموا بتوزيع القهوة بطريقة متساوية على الفلتر. وابقوا الماء ساخنا على درجة حرارة 96 سيليزية. أسكبوا الماء الساخن على الفلتر حتى يصل الميزان إلى 40 جراما. ابقوا المزيج يرتاح لـ20 ثانية. هذه العملية تسمى بالبلومينج. من ثم تابعوا سكب الماء حتى 260 جراما. أسكب القهوة في كوب. وهكذا قد نكون قمنا بتحضير قهوة الكيمكس. شكراً للمشاهدة.